المشكل ديالي يا ولدي انا ارمالة، المشكل ديالي يا ولدي انا ارمالة، مرات مخزني مات في 2004، كيعطيوني دابا ولدي 8000 ريال، راجلي مدوز الصحراء كان كيدير بيلوت شار في الصحراء في العهد بودلال في وجدة كولونيل بودلال، ملي مات المرحوم تيعطيوني دابا 8000 ريال، تيقولوا لي انت مشي للمؤسسه كيجريو عليا، كيقول لي ما عندكش الحق انت راجلي انا دوزت في عرفه فيقيك بودني بوعنان هاد الشيء كلشي دوزت معاه انا السيرفيس تما، دابا ملي كنمشي للمؤسسه كيقول لي ما عندكش الحق في المؤسسه تجي لعندنا حيت حنا عندنا الناس ديال الصحراء، على ولدي هاد الرشيديه وبو عرفه وبو دنيب وبو عنان ماشي صحراء، ولا ما كانش هو لابس تري، ما كانش كيشد العسه بالليل، ما كانش كيسوق الشار ديال ديال هذا ديال الحرب، راه هاد الشيء كلشي انا دوزت مع السيرفيس في بو عرفه وفي هاد في كيكو في هاد الشيء، كان كيخليني بوحدي وكيبات في المنقوب ويبات في بو عنان شاد العسه، ودابا حنا مكرفسين كيعطوني ولدي 8000 ريال وكاريه ب 25000، ودابا مولات الدار دعاتني باش نخوي ما عنديش فين نمشي، وعندي ولدي صبع اعاقه بصريه وديال الدوله ها هي عندي، ملي كنمشي لميتيال باش نردو كيقولوا لي لا هو تافات 21 عام عاد جا تفات 21 عام الولد ديك اللي عطات شي شويه صافي، دابا تيقول لي حتى فات 21 عام عاد تصب اعاقه ما كتسالي حتى شي حاجه، كي غندير ولدي لهاد 8000 ريال الدراري ما خدموهمش لينا حتى حاجه ما كاينه عايشين مكرفسين، دابا نقسم بالله ولدي لا نهار تسعود غادا تحكم لي المحكمه بالافراغ، ما عنديش اولدي فين نمشي وما عنديش باش نكري وما عندي حتى شي حاجه، عندي الله في ملكو، ها هي عدم الملكيه عندي، ها الورقه الافراغ عندي، ها الورقه التقاعد بانني كنشد 8000 ريال، ها هي كل شيء الوريقات ديالي ثابتين وكاينين، وعاش الملك وعاش سيدنا، وكنطلبوا من الله ومن سيدنا يشوف من حالنا ويعطينا الحقوق ديالنا، هذا الشيء اللي كنطلبوا. نعم ولدي كنعيش كنعاني الكره ما عنديش باش نخلصهم، ولات الدار داعياني حتى الماكله ما كناكلوش مزيان ما كنشربوش مزيان، ولدي انا دابا ملي تضرب في عينه هذه 3 سنين ما كيخدمش غير جالس ما خدامش، وما عنديش باش نعطيه باش يمشي للقهوه، ما عنديش باش نعطيه تكسه، ما عندي حتى شي حاجه، وعايشه مكرفسه ولدي وعايشه محناها لاكارت ديالي فين ساكنه، ها هو كل شيء عندي ساكنه في حي الرحمه في حدا هذا سيكتور دي حي الرحمه، ها لاكارت عندي ديالي حدا المقاطعه، وملي كنمشي للمؤسسه ولدي كيجريو عليا، ما كان عندي حق لا في عيد لا في حتى شي حاجه، لاكارت ما عطاوني لا لاكارت الحمراء لا لاكارت الصفراء، حتى حاجه ما عطاوها ليا، تيقول لي ما عندكش الحق وراجلك ما دوزش الصحراء، وانا دوزت معاه الصحراء، انا كنت معاه في بوعرفه في 79 كتوصل 4 العشيه كنشربوا الماء ما كنقدوش نكملوا النهار بالصيام، واش غنقول لك اولدي حسبي الله ونعم الوكيل، راه حنا مكرفسين محنين. مات في 2004 ولدي، وكنت كنخدم في الديور، ودابا مرضت بالسكر ما بقيتش قاده نخدم، دابا ها هو عندي حتى عدم الشغل راه في الدار ما جبتوش، وكلشي الوريقات ديالي عندي، وانا ولدي هاد دواء السكر انا هزاه معايا اليوم، ها هو عندي دواء السكر عندي كلشي، وهذا الشيء اللي كاين اولدي. شحال تيعطيو؟ 8000 ريال، ها هي شهادة المعاش عندي يا ولدي 8000 ريال، كي غندير ليه؟ 8000 ها هي وكارية ب 25000، ومولا الدار داعياني دابا، داعياني دابا عندي الإفراغ يا ولدي، دابا ولدي أنا مكرفصة وما عندي لا ماندا صحيحة لا دار فين نسكن لا حتى شي حاجة، ما كرهتش يا ولدي بغيت شي سكينة وباغي بيت وكوزينة فين نستقر وفين نموت، ويزيدوني شوية في الماندا راه مضيعيني بزاف، ما عنديش باش نعيش يا ولدي، وعندي هذا الولد معاق خاصو تا هو بغيت ما عنده لا فين يخدم لا حتى شي حاجة، عايشة أنا وياه ولدي، وبغيت تجي عندي للدار مرحبا بك أجي تشوف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.